أهلا بكم وحلقة جديدة من تحت الضوء. لماذا تستمر سياسة الإذلال والاضطهاد والقتل في سجون العراق؟ ولماذا تغيب المعايير الدولية لنظام المحاكمات العادلة والتعامل الإنساني في ظل غياب المساءلة والمحاسبة ونظام قضائي يصفه حقوقيون بأنه مسيس؟ وما مدى خطورة استمرار عمليات الاعتقال في مناطق حزام بغداد؟ وما تداعياتها على المشهد العراقي والحالة المجتمعية العراقية؟ نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على عمليات الاعتقال والتنكيل والتعذيب والتغييب داخل السجون في العراق وتداعيات استمرار هذه العمليات على المشهد العراقي وما أهداف هذه العمليات وخاصة ما يجري في حزام بغداد. لنتابع سويا هذا التقرير. الانتهاكات الإنسانية في سجون العراق الحكومية بعد فضيحة سجن أبو ريب، فالسلاسل والكابلات الكهربائية وأدوات قلع الأظافر. ففي سجن التاجي الشمالية بغداد مثلا يقبع آلاف المعتقلين، غالبيتهم لم يعرض على أي محاكم مدنية أو عسكرية، وغالبا ما يزج بهم في هذه السجون بعد حملات اعتقال عشوائية على أسس طائفية لا تميز بين مختلف شرائح المجتمع العراقي. أما ظروف السجون فتصفها التقارير الحقوقية العراقية والدولية بأنها لا تحتمل حتى لغير البشر. سجون التاجي والناصرية وسوسة ومطار المثنى وغيرها من السجون الحكومية الأخرى في العراق هي أماكن للعديد من قصص الرعب المفزعة التي تبدأ من لحظة دخول المعتقل وحتى خروجه في تابوت أو على كرسي متحرك أو بقايا أجساد منهكة. تعرضت لأبشع ما يمكن تصوره، حيث المسالخ البشرية وفق توصيف البعثة الأوروبية للعراق عام 2013. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال إن قوات الأمن الحكومية مستمرة في ممارسة انتهاكات قاسية ضد المعتقلين داخل السجون الحكومية، وكشف عن حصولهما على شهادات لسجناء في سجن التاجي تكشف الظروف القاسية التي يعانون منها في ظل حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية. كما أن إدارات تلك السجون تبتز المعتقلين ماليا، فكل شيء بثمن من مساحيق التنظيف وحتى زيارات ذوي المعتقلين يسمح بها نظير لشمالية كبيرة. الانتهاكات الحكومية لم تقتصر على المعتقلين في السجون الحكومية العلنية والسرية، بل طالت المدنيين في مناطقهم، إذ أكدت هيئة علماء المسلمين في بيان لها أن الحكومة وميليشياتها الإجرامية ما زالت تتبنى النهج الطائفي في استهداف مدن ومحافظات عراقية معينة والتنكيل بهم عبر ارتكاب أبشع الجرائم. كما أكد بيان الهيئة أن الجيش الحكومي والميليشيات الطائفية فرض حصارا خانقا وحظرا للتجوال في قضاء الطارمية شمالية بغداد، والإعلان عن عملية عسكرية جديدة في القضاء بدعم من التحالف الدولي تستهدف سكان القضاء والمناطق المحيطة به بعد حملة التهديدات الطائفية التي أطلقها زعماء الميليشيات الطائفية ضد سكان قضاء الطارمية. وهكذا تستمر معاناة العراقيين بين الاعتقال والظلم والإهمال، ينتظرون حلا منصفا تتجلى فيه الرحمة الإلهية بعد أن تخلى عنهم العالم. إذن أرحب بضيوف الكرام. ضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري، الباحث والكاتب السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ نظير. مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدي قناتكم الكريمة. وأرحب أيضا بالدكتور محمد الشيخلي من لندن، رئيس مركز العدالة. مرحبا بك دكتور محمد الشيخلي. حياكم الله وبياكم. حياك الله دكتور محمد. وأرحب أيضا بالأستاذ محمد عماد، الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. أستاذ محمد عماد مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. أهلا بضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري. في أي إطار تضع ما يجري داخل المعتقلات في العراق؟ الكثير من التقارير صدرت عن المراكز والمؤسسات الحقوقية يعني تكشف عن مدى الانتهاكات القاسية بحق المعتقلين، منها مركز الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، والكثير من التقارير صدرت منذ عام 2003 وزادت وتيرتها في الآونة الأخيرة. يعني هذا الموضوع حقيقة لا أجد أنه موضوع جديد نحن نطرقه إلى لأول مرة لنناقش تداعيات ما يحصل في داخل السجون وتأثيرها على المجتمع العراقي. يعني أنا عندما كنت أهيئ لهذه الحلقة حاولت أن أعمل بحث على الإنترنت، فخرجت لي مقابلة كانت قد سجلت سنة 2013 على قناة الجزيرة، وكان ضيوفها واحد من أفراد حزب الدعوة،
والطرف الآخر كان سليم الجبوري، ويناقشون نفس الأفكار ونفس الانتهاكات التي تحدث الآن والآن التي تنشرها المنظمات الحقوقية حول هذه الانتهاكات، نفس الانتهاكات سنة 2013، نفس الانتهاكات ربما في 2006، وهكذا منذ بداية الاحتلال. ونخلص بنتيجة من هذا الأمر بأن هذا العمل هو ليس تصرف فردي وليس نابع عن ربما سياسة رئيس وزراء معين أو وزير داخلية معين، بل هو نهج انتهج من 2003 ولحد الآن ولأسباب عديدة. يعني أنا أتوقع أن هذا التنكيل وهذا التعذيب ليس جسدي، إنما تجاوز الجسدي إلى التعذيب النفسي اللي هو الغاية من عنده غايات عديدة، وقد يعني الآن هم مستمرين عليه. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم قد نجحوا في الأهداف التي يريدون الوصول إليها. من هذه الأهداف يعني هي كسر نفسية المواطن وجعله يعني يتخلى عن إنسانيته ويقبل بالخنوع، ويهيئون هذا الإنسان لتقبل أي شيء بنفس مستسلمة. كذلك عمليات التي تحدث لعملية إفقار عوائل هؤلاء السجناء. هل تعلم أخي الكريم أن معظم الأموال التي تعطيها العوائل من أجل التخفيف عن أبنائها في داخل السجون يتم مصادرتها، وهذه عملية يعني إفقار للمواطن العراقي لكي يتقبل أي حل مهما كان على حساب عقيدته أو حساب يعني إنسانيته. نعم، اسمح لي أن أرحب بالأستاذ الدكتور محمد الشيخلي رئيس مركز العدالة في لندن. أستاذ محمد الشيخلي مرحبا بكم. ما الدوافع وراء عمليات الاعتقال الممنهجة التي اتخذتها كمنهجية يعني حكومات ما بعد الاحتلال، ما بعد احتلال العراق عام 2003؟ الرحمن الرحيم. حقيقة المنهجية المعتمدة في ظل الحكومات الاحتلال منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا هي منهجية طائفية تعتمد أجندة فيها الكثير من الجرائم ارتكبت خلال هذه السنوات، منها جرائم الاعتقالات التعسفية، منها إيجاد السجون السرية، والجميع يعلم أعداد السجون السرية كانت في حكومة المالكي الأولى والثانية، أساليب الإخفاء القسري، أساليب التعذيب التي يمارس في هذه المعتقلات. للأسف ما زالت الحكومات العراقية تعتمد هذه المنهجية الطائفية في التعامل حتى مع المعتقلين داخل السجون السرية والسجون المعلنة. وقد وردت الكثير من تقارير منظمة الأمنستي انترناشونال والهيومن رايتس ووتش وتقارير المركز العربي للعدالة السنوية الكثير من الجرائم التي ترتكبها السلطات الأمنية بكافة أنواعها. دعنا أيضا نوضح أن هنالك محاكم ومعتقلات سرية ما يسمى بالحشد الشعبي. نحن لدينا معلومات موثقة أن الحشد الشعبي يقوم بممارسة الاعتقالات العشوائية وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي على المعتقلين في معسكر أشرف الذي كان سابقا إلى مجاهدي خلق، والآن هو المركز الرئيسي لما يسمى مؤسسة الحشد الشعبي الطائفية التي ترتكب حتى أعمال إعدام خارج الأطر القانونية. وللأسف ليس هنالك إمكانية قانونية داخل العراق لمحاسبة هؤلاء. ونحن حقيقة في أغلب التقارير التي تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيفا نؤكد على ضرورة أن لا يكون هنالك إفلات من العقاب للذين يمارسون عمليات الاعتقالات العشوائية وعمليات الإخفاء القسري وممارسة التعذيب في السجون العراقية. نعم، أرحب بالدكتور محمد عماد الباحث القانوني في المرصد الأوروبي المتوسطي لحقوق الإنسان. أستاذ محمد مرحبا بك مرة أخرى. الكثير من الانتهاكات ارتكبت على يد الحشد الشعبي وعلى يد الميليشيات في العراق ويمارسون التعذيب من أجل انتزاع الاعترافات بالإكراه من قبل من يتم اعتقالهم. أنتم في المركز الأوروبي المتوسطي لحقوق الإنسان يعني وثقتم
شهادات كثيرة للسجناء، لا سيما مؤخرا سجناء سجن التاجي، معتقلي سجن التاجي، تكشف عن مدى الظروف القاسية والانتهاكات التي ترتكب ضد المعتقلين. كيف قمتم بتوثيق هذه الشهادات؟ بداية تحية لكم مرة أخرى وللسادة المشاهدين ولضيوفك الأكارم. حقيقة هذه ليست المرة الأولى لنا كمرصد دور متوسط لحقوق الإنسان نقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العراقية، وخاصة فيما يتعلق في ملف السجناء. وسأبني على ما تفضل به ضيوفك الكرام بأن هذه الانتهاكات ليست الأولى، وللأسف يبدو أنها لن تكون الأخيرة في مسلسل أو في مشوار الانتهاكات الممنهج الذي تقوم به السلطات العراقية وقوات الحشد الشعبي في السجون العراقية. طبعا نحن نحصل على هذه الإفادات الحقوقية من أقارب وذوي، وبعض الأحيان ممن خرجوا من السجون عبر العاملين في المرصد الأمور المتوسطة في الأراضي العراقية، ومن خلال التواصل أيضا مع هؤلاء السجناء والذين تم اعتقالهم أو مع ذويهم. هذا ابتداء. دعنا نؤكد في النقطة الثانية وهي الأهم على دراسة الانتهاكات وشناعة الانتهاكات التي تقوم أو التي يتعرض لها السجناء العراقيين داخل السجون. على سبيل المثال، هناك نقص في التهوية، الازدحام شديد داخل الزنزانات، طبعا الزنزانة ضيقة ويوجد بها عدد كبير من السجناء. هذا أدى إلى حدوث حالات اختناق من 3 إلى 5 مرات في الشهر الواحد لبعض السجناء، وهذا نذير ومؤشر خطير جدا على شدة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون العراقية. ناهيك عن عدم المتابعة المرضية والطبية وعدم وجود لجنة طبية تكشف باستمرار عن الحالة الطبية والصحية للسجناء الموجودين داخل تلك السجون. نعم. أستاذ نظير، لماذا يتم الاعتقال خاصة في مناطق حزام بغداد؟ تحدث ضيفي الكريم الأستاذ محمد الشيخلي عن أن المنهجية هي منهجية طائفية، وكذلك ما جاء في تقارير المركز الأورو المتوسط لحقوق الإنسان والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. لماذا يتم الاعتقال والتركيز على المحافظات هذه أو مناطق حزام بغداد؟ طبعا الاعتقالات لم تقتصر على منطقة معينة، لكنها شملت جميع المناطق، مع الأسف أن أقول يعني جميع المناطق العربية السنية، وتركز الاعتقالات في صفوف شباب هذه المنطقة. طبعا سألتني لماذا، الأمر واضح وقد ثبتت عليها الكثير من الأدلة بأن هذا يعني وسائل تنتهجها الحكومة الحالية والتي سبقتها من حكومات بهدف تغيير ديموغرافي حقيقي لتلك المناطق. أما على يعني حزام بغداد كما تعلم أخي ديموغرافيا، جرف الصخر الطارمية، نعم، هي من ضمن هذا الحزام. هذه المناطق في غالبيتها العظمى من المكون العربي السني، والشيعة يعني المكون العربي الشيعي يتركز في بعض المناطق في داخل بغداد. لذلك هم يحاولون يعني منذ الاحتلال ولحد الآن هذه المناطق يتم إشغالها في يعني حوادث أمنية ويعني قلاقل أمنية من أجل إيجاد الذرائع لزيادة الاعتقالات في شباب تلك المنطقة، وأيضا تهجير يعني عوائل وسكان هذه المناطق من مناطقهم. ومنذ الاحتلال ولحد الآن لم ينجحوا تماما في يعني أهدافهم لإفراغ هذه المناطق من سكانها الأصليين. حدث في جرف الصخر حقيقة إفراغ كامل يعني سكان هذه المنطقة، لكن ما زالت الآن يعني مناطق أخرى ما زال فيها سكانها العرب السنة. لا. الآن التركيز على قضاء الطارمية، وما أدراك ماذا يفعلون فيه. ماذا في هذه النقطة تحديدا؟ يعني هناك حملة تهديدات طائفية كبيرة أطلقها زعماء الميليشيات ضد أبناء القضاء في المدة الماضية، والآن تترجم وتتبلور وتتطور إلى عملية عسكرية جديدة بدعم من التحالف الدولي. ماذا يعني ذلك؟ أخي الكريم، هذه العمليات كانت حقيقة مؤجلة إلى أن يتم حسم موضوع الموصل ويعني وما حول الموصل، والآن جاء وقتها للتفرغ لها بشكل كامل، ويعني محاولة جادة لإحداث تغيير ديموغرافي حقيقي. طبعا أخي الكريم، يعني هذه المناطق إذا تم محاصرتها وتم يعني تجريف بساتينها واعتقال شبابها، يعني ما الذي يدفع الأهالي للبقاء في هذا المكان؟ سيضطر الأهالي للنجاة بأنفسهم والذهاب إلى مناطق أخرى، وهذا هو الهدف النهائي لهذه الحملة العسكرية.
هذه الحملة العسكرية هي تحاول أن تجعل من بغداد وما حولها من حزام بغداد ذو صبغة طائفية معينة واحدة، ويعني إذا استمر الحال على هذا المنوال فإن عامل الوقت يصب في مصلحة هذا التغيير الديمغرافي. في هذه النقطة أستاذ نظير إذا سمحت لي ساعد عليك مرة أخرى، أنتقل الأستاذ محمد الدكتور محمد الشيخ لي. دكتور محمد، إحداث التغيير الديمغرافي ومشاريع التغيير الديمغرافي في العراق كثيرا ما يعني نتابع التقارير وتحليل المحللين والمراقبين على أن هناك عمليات فعلية موجودة في العراق، ولكن القانون الدولي كيف ينظر إلى عمليات يعني ما توصف بالتطهير العرقي أو بالاعتقالات التي تتم على أساس طائفي؟ هذه الجرائم نظام روما الأساسي لعام 1998 حيث ورد في المادة السابعة منه على أن هذه الجرائم هي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، منها جرائم التعذيب الذي نتحدث عنه أو السجن والحرمان الشديد على أي نحو من حرمان الحرية البدنية وغيرها، وأيضا إبعاد السكان القسري للسكان، وهذا ما يجري في حزام بغداد. هذه جرائم تخضع إلى نظام روما الأساسي عام 1998، وأيضا قانون العقوبات العراقي رقم 111 عام 69 أيضا تناول هذا الأمر باعتبار أن التعذيب هو جريمة يعاقب عليها من يمارس هذه العمليات خلال سلطته الممنوحة من قبل الدولة. المشكلة أخي العزيز هي ليس في التكييفات القانونية، المشكلة في ضعف المنظومة القضائية الجنائية فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الدولية. للأسف في العراق هنالك غياب في هذه الجرائم وعدم مساءلة المسؤولين عنها بأي شكل من الأشكال. نعم. إذا نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشيخ لي مدير المركز مركز العدالة في لندن على وجودك معنا في هذه الحلقة، ونتمنى أن يكون لك أيضا تواجد أكثر في حلقات مقبلة. شكرا لك أستاذ محمد الشيخ لي. بالانتقال إلى الأستاذ محمد عماد الباحث القانوني في المركز الأوروبي المتوسطي لحقوق الإنسان، يعني ضعف المنظومة القضائية أستاذ محمد هي مشكلة حقيقية في العراق، هناك من يصفها أنها منظومة مسيسة وكذلك تفتقر إلى تفعيل محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي وصفها الدكتور محمد الشيخ لي بأنها جرائم دولية، وبالتالي هو توصيف أيضا للقانون الدولي. عندما تقومون بتوثيق هذه الانتهاكات والجرائم، ما الآلية التي يمكن من خلالها أن تضعوها أو أن تضعونها في مقابل ذلك من أجل تقديم المتسببين بهذه الانتهاكات والجرائم إلى المحاكم الدولية؟ هل من سبل قانونية يمكن تفعيلها في من أجل هذا الغرض؟ دعني أنطلق من آخر جملة في سؤال حضرتك فيما يتعلق في المساءلة القانونية والقضائية عن الجرائم المرتكبة بحق المرجونين أو المواطنين العراقيين الذين يتم زجهم في السجن دون مبرر قانوني. الحقيقة هناك طريقين يمكن السير بهما في محاولة المساءلة القانونية والقضائية. الطريقة الأولى وهي القانون المحلي، بمعنى أن تقوم المحاكم العراقية بتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمحاكمة كونهم انتهكوا أصلا القانون العراقي والدستور العراقي تحديدا وقانون العقوبات ومجموعة من القوانين العراقية التي تمنع التعذيب والأساليب الملاحقة للتعذيب من خلال الضغط النفسي أو من خلال وقف المعونات الشهرية أو التعذيب أو الحبس الانفرادي وما إلى ذلك من ممارسات. هذا الطريق الأول، لكن للأسف كما تفضل ضيوفك الأكارم أن هذه الطريقة للأسف غير مفعلة حاليا في دولة العراق، وذلك لعدة أسباب. أولها عدم جدية السلطات العراقية في اتخاذ المسار القانوني بحق المنتهكين في مواجهة المسجونين العراقيين، هذا ابتداء. فيما يتعلق في الفرضية الأخرى وهو الخط الآخر في المساءلة القانونية، وإحنا نتجه إلى المحكمة الجنائية الدولية كون أنها هي المختصة في مثل هذا النوع من الجرائم، كون أن هذه الجرائم تتضمن
أو الممارسات التي تقوم بها السلطات العراقية تتضمن أكثر من نوع من أنواع الجرائم التي تدخل ضمن إطار المحكمة الجنائية الدولية، منها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. هذا ابتداء. أيضا عندما نقوم نحن برصد الانتهاكات نقوم بعدة معايير من أجل تحضير هذه الملفات القانونية لتكون بالشكل الذي تتطلبه المؤسسات الدولية المعنية بالأمر، بمعنى أننا نعد استبيان خاص لحالة السجناء ونحدد ما هي المواد التي كفلت الحقوق الأساسية للمسجونين العراقيين، هذا ابتداء، وأيضا ما هي الانتهاكات التي تمت بحق المسجونين العراقيين، ومن ثم نقوم بتوثيقها من أجل تقديم ملف قانوني سليم يضمن أولا حقوق المسجونين العراقيين وثانيا ملاحقة المنتهكين لهؤلاء المسجونين. إذن في نقطة مهمة جدا أستاذ نظير ذكرها الأستاذ عماد، عدم جدية السلطات في تفعيل نظام المحاسبة والمساءلة القانونية، عدم الجدية هذه، يعني الفاعل السياسي كيف أو ما دوره في عمليات الاعتقال والتنكيل التي تتم داخل السجون؟ هل من مكاسب سياسية ممكن أن يستحصل عليها من خلال عمليات الاضطهاد والتنكيل والاعتقال؟ نعم، فقط أريد أن أعرج على الشطر الأول من سؤالك في موضوع المحاكم أو القضاء العراقي. نعم. حقيقة هذه موضوع القضاء العراقي هو عبارة عن كذبة كبيرة يتم يعني التنكيل يعني بالمواطنين باسم القانون، وحقيقة هم لا يطبقون ولو جزء من هذا القانون. هذا ما هو التسييس بحسب وصف. نعم، بحيث أنه لا يوجد قضاء مستقل بالعراق. نعم. بل يعني ليس في العراق، أي نظام شبيه بنظامنا ليس له سيادة سياسية ولا سيادة عسكرية، وكل أموره موكولة ببلد آخر. يعني من العيب أن نتكلم عن استقلاليته القضائية واستقلاليته السيادية. أما إذا يعني أردنا أن نعرف ما هي فائدة السياسيين من هذا التنكيل الذي يحدث في السجون بحق الناس الأبرياء، هناك حقيقة إرادة سياسية لاستمرار هذا الوضع له مكاسب عديدة. نحن نعلم في بداية العملية السياسية العرجاء الحالية كان هناك شيء من التمثيل لبعض المكونات، تم إبادة هذا التمثيل لهذه المكونات من خلال زج الشباب هذا المكون بالسجون، وحتى طال الأمر إلى نفسهم السياسيين الذين هم جزء من هذه العملية السياسية، تم زج كثير منهم في السجون بتهم ملفقة. فهو إذا أداة للمنافسة السياسية. الآن يعني السجون التي هي في جلها من المكون العربي السني تحاول إبادة هذا المكون، يعني إلغاء وجوده سياسيا، بل الآن انتقل إلى مرحلة إلغاء وجوده على الأرض. نحن نرى ونرصد أن هذا المكون جزء كبير من عنده الآن هو مهجر خارج العراق، وجزء كبير من عنده الآن يعني يسكن في المخيمات بعيشة بائسة جدا. هذه كلها تحاول أن تصل إلى أهداف أساسية، أنا قلت جزء من عندها، ولكن الأجزاء الأخرى، أنت عندما يعني تضع عائلة كانت تتمتع بالكرامة يعني بالحياة الكريمة وتضعها في مخيم للنازحين ولعدد غير محدد من السنوات، بل ويتعرضون للإذلال المتعمد، ماذا ترجو من هذه العائلة وكيف تتطور؟ هو هذه العوائل ربما تصل إلى درجة أنها تتقبل كل شيء يعرض عليها وتعتبرها فرصة، منها والذي هو الأهم تغيير العقائد. الآن هم محاولة لتغيير عقائد أهل السنة إلى التشيع. أنا لا أنتقص من المذهب الشيعي، لكن عندما يفرض عليك تغيير عقيدتك هذا يعني إخلال وتحدي يعني لحرية الإنسان باتخاذ العقيدة التي يريدها. وهذه تغيير العقائد ليس بقناعة الإنسان، إنما لأهداف سياسية، لأنهم يعتقدون أن المكون العربي الشيعي سوف يوفر الحاضنة
المناسبة للنفوذ الإيراني، وهذا ما يجري الآن سواء بالإقناع أو بالتنكيل والتعذيب ويعني فرض الحياة البائسة على تلك العوائل. نحن حقيقة نعيش في هذا الوضعية، يعني في هذه الحالة في العراق حالة مأساوية. الشيء الذي يؤلم أكثر أن جميع وسائل الإعلام تحاول أن تعري ما يحدث على أيدي هؤلاء يعني أزلام النظام، منها منبركم قناة الرافدين، كذلك كثير من المنابر الأخرى تحاول أن تعري هذه الجرائم، ولكن المشكلة أنه لا يوجد ردود فعل إيجابية بمستوى الحدث من العالم. أيضا المشكلة الكبيرة أن هناك يعني الكثير من وسائل الإعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تقارير الصحفيين والكثير من الوكالات تحدثت عن موضوع المسالخ البشرية، وصفت السجون والمعتقلات في العراق بالمسالخ البشرية في العام 2013 وتحديدا البعثة الأوروبية أو البعثات الأوروبية بهذا الشأن، سجن التاجي، الناصرية، الحوت، المثنى، الكثير من السجون في العراق هي أماكن للعديد من لإنتاج الكثير من قصص الرعب المفزعة. ولكن السؤال هنا، لماذا يصمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات؟ سنتحدث عن هذا الموضوع بعد فاصل قصير، كونوا معنا مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نسلط الضوء في هذه الحلقة على الانتهاكات والتنكيل في سجون العراق وفي معتقلاته. بالعودة إليك أستاذ محمد عماد، الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. كثير من التقارير، كثير من صدرت عن منظمات حقوقية تحدثت عن أن المعتقلين في العراق يعانون ظروفا قاسية، وكذلك من الانتهاكات والتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة في ظل ما وصفتموه بأنه قضاء ضعيف أو مسيس. يعني نتساءل عن مصلحة القوة الدولية التي كانت ربما السبب فيما وصل إليه العراق الآن، تحديدا يعني الولايات المتحدة، الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 كان له يعني قصب السبق مثل ما يقال بسجن أبو غريب الذي ارتكبت فيه أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الإنسان العراقي. نتساءل أستاذ محمد عماد عن المصلحة الدولية في إبقاء عجلة الانتهاكات داخل السجون في العراق. بالفعل كما تفضلت حضرتك، كما نعلم بأن المنظمات الدولية للأسف تسيطر عليها عدة دول قوية أو بعض الدول القوية التي تعد على أصابع اليد الواحدة، وهي لها التأثير الأكبر في الكثير من الأحيان للأسف من خلال متابعتنا لقضية العراق أو لقضايا الشرق الأوسط بشكل عام، أنها تهيمن على التأثير في قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذا التأثير نراه جليا وواضحا في قضية المعتقلين الموجودين في السجون العراقية. ونؤكد أن هذه الممارسات من خلال التعذيب والضغط على السجناء العراقيين كانت هي سابقة للقوات الأمريكية أثناء احتلال العراق وأثناء غزو العراق، عندما كانت القوات الأمريكية قامت القوات الأمريكية بممارسة أبشع أشكال التعذيب التي كان ممكن أن يتخيلها أي بشر، وكانت الصور ومقاطع الفيديوهات التي انتشرت والتي تم تسريبها من سجن أبو غريب مثلا وغيرها من السجون وأقبية التحقيقات التي كانت تسيطر عليه القوات الأمريكية خير مثال للهجمة الوحشية والغير مبررة والمخالفة لأي قيم إنسانية حقيقة قبل أن تكون مخالفة لأي مادة قانونية. هذا ما يؤكد على أن السلطات الأمريكية هي تعلم ما هو
الوضع الراهن والحالي في العراق، وأن هناك عدم استقرار وعدم وجود سلطة سياسية حقيقية تضمن وجود الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والقانونية لهؤلاء السجناء. أيضا نرى أن هناك هذا الصمت هو تأكيد أو موافقة من قبل السلطات الأمريكية على مثل هذه الممارسات، بمعنى أن السلطات الأمريكية تعلم غير كغيرها من الدول الأوروبية، حيث يصلها العديد من التقارير الدولية حقيقة بشكل يومي وأسبوعي وشهري عن حالة السجون العراقية بشكل خاص وعن أوضاع السجناء هناك، ولكن نحن لم نرصد أي تحرك حقيقي وفعل من قبل تلك السلطات الأمريكية أو من المنظومة الدولية للضغط على السلطات العراقية والتدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات. طيب أستاذ نظير، ما المصلحة الأمريكية من بقاء عجلة أو دوامة الانتهاكات داخل المعتقلات في العراق؟ والله يعني لو سألتني ما هي المصلحة الأمريكية في بقاء هذا النظام الذي يمشي بطريقة عرجاء ويدافع عن هذه التجربة الفاشلة، حقيقة لا أجد تعبير إلا أنه غباء بدرجة عظيمة من الإدارات الأمريكية للدفاع عن هذا النظام. هل هو غباء فعلا؟ في بداية الأمر كان مختلف. في بداية الأمر كان الأمريكان يطمحون إلى تأسيس شرق أوسط جديد وتصدير الديمقراطية لبلدان الشرق الأوسط الدكتاتورية، ويوعدون يعني أحلام وردية لشعوب المنطقة، لكن الفشل الذريع الذي حدث في العراق دلل على أن التجربة الأمريكية التي تم التأسيس لها في العراق فاشلة بشكل كبير، وهذا الفشل لم يتم الوصول إليه يعني الآن. تقرير هاملتون عام 2006 خرج بخلاصة بأن التجربة العراقية تجربة فاشلة بكل المقاييس، ومع ذلك جورج بوش ألقى يعني جانبا يعني خلاصات هذه التقرير واستمر في دعم هذه التجربة. حقيقة الآن الأمريكان لا يريدون أن يعترفوا بأن ما فعلوه بالعراق هو كان فشل على كل الأصعدة، هم يحاولون يعني بقاء واستمرار هذه العملية السياسية مهما كانت سيئة. أخي انظر الكريم، يعني أخي انظر هذه العملية السياسية، ما هو الشيء الإيجابي الذي حدث فيها؟ لماذا هم حريصون على بقائها وهم يعلمون، والكثير من يعني حتى أعضاء في الكونغرس أو حتى مسؤولين كبار أمريكيين تحدثوا عن أن احتلال العراق كان خطأ؟ هذا يعني تم الوصول إليه ليس الآن، قبل سنوات عديدة تم التوصل إلى أن الحماقة الأمريكية التي حدثت في العراق فاشلة بكل المقاييس، آثار الإيجابية السلبية لم تكن على الشعب العراقي فقط، إنما حتى على الولايات المتحدة على خسائرها. بالنهاية كل هاي الخسائر وكل هاي الجهود وكل القتلى الذين دفعتهم في العراق بسذاجة وبقلة عقل أعطت العراق إلى إيران. يعني أين المصلحة الأمريكية بهذا الموضوع؟ لنفترض أنهم جاءوا من أجل مصالحهم، أين المصلحة الأمريكية الآن في العراق؟ لا مصلحة لهم. الآن يحاول ترامب، يعني هذا الأحمق الجديد، يحاول ترامب أن يعيد العجلة إلى الوراء ويقدم المصلحة الأمريكية، ولكن حماقة تجر حماقة، حماقة تجر حماقة. يعني الآن هم يدافعون، أمريكا تدافع عن النظام السياسي الذي في العراق، وقبل أيام أخرجوا عقوبات على أزلام موجودين بنفس هذه العملية السياسية. إذا أنتم تتهمون يعني فلان بأنه كان فاسد وتتهمون فلان بأنه لديه انتهاكات بحقوق الإنسان، ما هذه العملية السياسية أنتم أسستموها وأنتم من دافعتم عنها، ولحد الآن يتم دعم هذا النظام السياسي أمام كل التحديات، بالرغم أنهم يعرفون أن هذا النظام السياسي وضد الشعب العراقي، ويعرفون هو عميل بدرجة تكاد تصل إلى 100% للنظام الإيراني، ولا مصلحة أمريكية مع هذا النظام السياسي، ومع ذلك لحد الآن هم يعولون على إصلاح العملية السياسية. أنا لا أرى يعني هناك حكمة بهذا التصرف الأمريكي، وكأنما الأمور متجهة إلى أسوأ وأسوأ. المصيبة أن هذه الحماقات الأمريكية نحن ندفع ثمنها، نحن الشعب العراقي، نحن يعني الآن نحن موضوعنا. لماذا يعني نسميها حماقات بينما الكثير من الأمريكيين أنفسهم وحتى في يعني وسائل إعلامهم يتحدثون عن أنها سياسة أمريكية لها أهدافها تكاد تكون أهداف استراتيجية حققت البعض منها من خلال يعني
سياسات الإذلال والتنكيل، والدليل على ذلك أنهم ابتدأوا بهذه السياسة في سجن أبو غريب وانتهجت الحكومات من بعدهم هذه السياسة. يعني أنا أقول لك لو كان هناك للاحتلال الأمريكي نجاح واحد يذكر فأقول لك هو نجاح واحد، إنهم تم إلغاء العراق من معادلة التوازن الاستراتيجي بين إسرائيل والعرب. هذا الاستثناء وإلغاء الدور العراقي بهذه المعادلة كان يعني أحد بل هو الوحيد الذي استطاعت أن تستفيد منه الولايات المتحدة وإسرائيل. أما على الصعيد الآخر فهم ماذا جنوا؟ يعني أنت تقول لي أنهم بمحاولاتهم هذه التي طالت مدة 16 سنة بإذلال العراقيين والتنكيل بهم وقتل شبابهم وتدمير عوائلهم، لكن هل تستطيع أن تعطيني يعني شيء مؤكد بأن هذا الشعب العراقي قد مات ولن يرجع مرة ثانية؟ المشكلة يا أستاذ نظير أنه ليس فقط داخل المعتقلات، حتى اللي هم خارج السجون يتظاهرون من أجل أبسط حقوق الإنسان ولم حتى الذين يسكنون الآن في بيوتهم، لا أقول في المخيمات ولا في أماكن النزوح المهاجرين، حتى الذي يعيش في بيته هو يتعرض للإذلال في لقمة عيشه وفي عمله. لكن مع ذلك أنا لدي ثقة كاملة بأن الشعب العراقي قادر على أن يعيد كرامته ويعيد عنفه، يعني كل مصادر حضارته يعيدها من جديد. وزيادة على هذا أن الشعب العراقي سوف لن ينسى هذه الجرائم التي ارتكبت بحقه، سواء من أذناب إيران وسواء من أذناب الولايات المتحدة. سيعود العراق مرة ثانية وستكون النتائج عكسية لما كانت تخطط له الولايات المتحدة أو النظام الإيراني. أستاذ محمد عماد الباحث القانوني في المرصد الأورو المتوسطي، يعني حصل المركز على كثير من الشهادات لمعتقلي سجن التاجي وغيرهم من المعتقلين التي وصفوا فيها الحالة القاسية والانتهاكات التي تعرضوا ويتعرضون لها. هل بالإمكان رفع دعاوى قضائية من قبلهم بأساليب معينة ممكن أن تصل أصواتهم أو تصل شهاداتهم إلى ما يؤدي بالتالي إلى نيل حقوقهم ومحاسبة المتسببين بالانتهاكات ضدهم؟ بطبيعة الحال هذا الحق هو حق مكفول سواء في القانون العراقي أو في القانون الدولي. يستطيع المعتقلون الذين خرجوا من السجون أو حتى الذين ما زالوا معتقلون بتوكيل أهليهم أو ذويهم من لأجل رفع دعاوى قضائية داخل بلادهم ابتداء، حتى وإن كان القضاء لا يجدي نفعا للأسف، دعنا نقول في هذا المنطلق بأنه لا يجدي نفعا في من خلال الملاحقة القضائية، لكن هي خطوة يجب اتخاذها على المستوى المحلي من قبل ذوي المعتقلين. أيضا على المستوى الدولي حقيقة هناك المجال مفتوح لتقديم الدعاوى، قد تكون من خلال الدولة أن تقوم بتقديم هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية، لكن للأسف نجد أن هناك أصلا تقصير من قبل السلطات العراقية المحلية في تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات كونهم متواطئين مع بعض الأطراف الحكومية داخل العراق، وبالتالي استحالت فرضية هذا الأمر يعني بتقديم هذا الملف. هل بالإمكان في نقطة يعني لو سمحت أستاذ محمد عماد، يعني إذا كانت هذه الاعتقالات في أغلبها تتم عن طريق المخبر السري، ما مدى يعني جدية أو ما مدى أن تكون هذه الاعتقالات حقيقية من وجهة نظر المجتمع الدولي أو القانون الدولي؟ وحقيقة يجب أن تقدم السلطات العراقية الملفات الكافية للمجتمع الدولي. إذا ما رأى المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، أو إذا تحرك المجتمع الدولي على أرض الواقع وشكل لجنة تحقيق خاصة أو بعث مندوبين من قبل الأمم المتحدة إلى السجون العراقية، بطبيعة الحال ستكون السلطات العراقية مجبرة على تقديم ملفات حقيقية تثبت أو تدين تورط هؤلاء المسجونون في قضايا أدت إلى الزج بهم في المعتقلات، وهذه الفرضية غير موجودة حقيقة من خلال رصدنا لأوضاع المسجونين في السجون العراقية، بمعنى أنه نعلم أن هناك افتراء من قبل السلطات الحكومية ومن قبل بعض الميليشيات داخل الأراضي العراقية من أجل تقديم أشخاص ليس لهم ذنب سوى أنها انتقام مذهبي أو انتقام ديني وهو مخالف للقوانين الدولية من أجل الزج بهم في السجون. أيضا هناك من بعض المسجونين الموقوفون بتهم الإرهاب، نحن نتحدث عن 17 ألف عراقي
يتهمون بالارهاب، وهذا رقم مخيف ومهول. يعني ما هو تعريف الارهاب من وجهه نظر السلطات العراقيه؟ بتزوج ب 17,000 انسان داخل تلك المعتقلات التي تشبه المقابر، اضافه الى ان من بين هؤلاء 17,000 نحن نتحدث عن 1845 امراه، ونحن نعلم بان القانون الدولي قد احاط المراه بخصوصيه لحالتها الجسديه والنفسيه، فكيف يتم الزج بهذا العدد من قبل السلطات العراقيه داخل السجون دون وجود اي مبرر؟ اي يعقل ان يوجد في ثلاثة او اربع سجون 17,000 انسان؟ يعني بالحديث عن المبررات لا نستطيع ان نصل الى اجابه، ولكننا نستطيع ان نسال المحللين السياسيين والمراقبين من اجل ان نحصل منهم على هذه الإجابة عن التبريرات. هناك يعني الجيش الحكومي والميليشيات يعني يفرضون حصارا خانقا الآن على قضاء الطارمية. إذا سمحت لي دكتور محمد عماد، ننتقل للأستاذ نظير بالسؤال. أستاذ نظير، يعني من وجهة نظرك هناك بالفعل وبلا شك يعني نتائج وتداعيات على المجتمع العراقي، هناك تأثيرات على الحالة المجتمعية العراقية الآن منذ عام 2003 إلى الآن، في ظل ربما ليس آخرها ما يجري الآن في قضاء الطارمية، ما هي التداعيات على الحالة المجتمعية العراقية؟ هذه الاعتقالات والتنكيل الذي يجري للقضاء والمناطق المحيطة به. نعم، يعني حقيقة الأهداف هي أهدافهم واضحة ويحاولون الوصول إليها، وهي تتمثل بتمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي. أخي الكريم، يعني لتتخيل الحالة أنهم الآن يقولون قد طهرنا 50 قرية وطهرنا لا أعرف ماذا، يعني حول قضاء الطارمية بالذات، ويتم الاعتداء على الرجال الكبار، يتم الاعتداء على النساء، يتم التعامل بشكل غير جيد مع الأطفال، ماذا تتوقع سيكون رد فعلهم؟ وناهيك عن استخدام العبارات النابية واستخدامات السب واللعن بالأمور الطائفية، يعني ماذا ستتوقع أن يكون رد الفعل من قبل هؤلاء الناس؟ سيكون رد فعل أيضا ينقلب يعني كأحقاد على الطرف الثاني، وهذه هي النتيجة التي يريدونها، أن يمزقوا نسيج المجتمع العراقي. طبعا بالمناسبة هذا الهدف لا يخدم إيران فقط، إنما يخدم حتى الولايات المتحدة، كون أنه العراق سيكون بلد ممزق غير متكاتف غير موحد أمام إسرائيل. الكثير من الصور حصلت والكثير من الشهود العيان أكدوا أن حتى من الصحفيين من يعني يتجرأ ويذهب إلى النازحين في المخيمات من أجل نقل الصورة يتم دهسه بالسيارة أو يتم اغتياله بطريقة ما. في ضوء هذه المعاناة للوصول إلى الحقيقة، هل ستستمر معاناة العراقيين؟ والله يعني إذا كان الموقف الدولي يعني يستمر بهذه اللامبالاة لمعاناة الشعب العراقي، أنا أقول لك أن هذا النظام سيستمر، لأنه لا يوجد من يردعه. حقيقة إذا أنت يعني الميليشيات أو الجيش الحكومي إذا أمن العقاب، يعني أنه لا أحد سيعاقبه على جرائمه، لماذا لا يستمر؟ سوف يستمر، لكن أنا أقول إلى متى، إلى أين سنصل؟ سنصل إلى يعني خراب كبير في الشعب العراقي في هذا الوطن. لكن أنا ما أعول عليه، يعني حقيقة لا أعول على المجتمع الدولي، لأننا قد يعني خبرناه وعرفنا أنه لا يقف مع الشعب العراقي، ولا نعول على الولايات المتحدة، ولا نعول على إيران ولا دول الجوار، بل ولا نعول حتى على دول العرب. أنا ما أعول عليه على الله، ثم على الشعب العراقي، على قدرته على أن يشيء، يعني يرفع من كاهلة هذا النظام، أن يوحد صفوفه، أن يقوم بما يستطيع للتخلص من هذا النظام. يعني أنا أقول أن الشعب العراقي لو استطاع أن يوحد نفسه وأن يقوم بأعمال المقاومة ضد هذا النظام، سواء بشكلها الإعلامي، بشكلها الثقافي، بشكلها حتى المادي، لكي يتخلص من هذا النظام، وإلا فإن المسلسل سوف يستمر. يعني أنت ترى ليس فقط حالات التغيير الديمغرافي، الآن لنرجع على من الحكومة التي تعتقد أنه هي تمثل طائفتهم. الآن في الجنوب، يعني قبل يومين مجرد تم إعلان أنه سوف يتم الاكتفاء من مادة بيض المائدة،
تم تسميم دواجن في كربلاء وهي منطقة شيعية بل يعني تحتوي على مراقد من أئمة الشيعة. يعني النظام الإيراني لا يتورع على يعني إنزال الأذية بالشعب العراقي سواء شيعي ولا سني ولا كردي، المستهدف هو الشعب العراقي بكامله. يعني أنا أهيب بالعراقيين سواء كرد ولا عرب ولا سنة ولا شيعة بأن الخطر والمصيبة واحدة من قبل هذا النظام، هو مسلط على الجميع ويجب يتم يعني توحيد صفوفهم لرفض هذا النظام، وكل إنسان يعبر عن هذا الرفض بالطريقة التي يتقنها سواء إعلام سواء بالكلمة سواء بالفعل، هذا ما يعني نستطيع أن نعول عليه. وأنا أقول يعني أن لدينا تجارب عديدة بالعالم أن الشعوب استطاعت أن تحرر نفسها وبدون مساعدة من أحد. لا نعتقد أن الأمريكان في يوم من الأيام سيأتون لمساعدة الشعب العراقي، لأن نهضة العراقيين ستكون خطر على إسرائيل. ولا نعتقد أن الإيرانيين ربما يستطيع يعني يمكنون الشعب العراقي وأن يقوم أن تقوم له دولة مرة ثانية، لأنه تهديد وجودي لإيران. ولا حتى تركيا ولا العرب، العرب هم من ساهموا في إسقاط العراق لأنهم ربما كانوا يفكرون سيأتي نظام أشبه بنظام صدام ويهدد عروشهم. الحقيقة أن استعادة يعني كرامة هذا الوطن وإعادة البلد إلى ما كان في السابق أو أحسن منه هي بإرادة العراقيين. العراقيين هم من يستطيعون تغيير واقعهم إلى الأفضل، ولا نتوقع أن تكون هناك مساعدة من أحد، لأن راهنا كثيرا على مساعدة من الخارج سواء المجتمع الدولي أو العرب أو أي دولة، لكن لم نتلقى مساعدة من أحد. الآن التعويل على الله ثم على الشعب العراقي. إدارات تلك السجون أيضا تبتز المعتقلين ماليا، فكل شيء بثمن، مساحيق التنظيف، زيارات ذوي المعتقلين لن يسمح بها إلا مقابل رشا مالية كثيرة. الكثير من مظاهر هذه الانتهاكات يعني أدرجت ضمن شهادات سجناء سجن التاجي في ظل الظروف القاسية التي عانوا منها. في دقيقة واحدة لو سمحت أستاذ محمد عماد، هل ما يجري داخل المعتقلات في العراق منهجية وربما ستستمر خلال المرحلة المقبلة؟ ما هي تحضيراتكم من أجل ذلك؟ دعنا نؤكد على أننا عبرنا وما زلنا نعبر عن خشيتنا من استمرار الأمر على ما هو عليه في حال بقاء السلطة العراقية على هذه النقطة دون التحرك الحقيقي والفعلي من أجل وقف الانتهاكات. كما تقول أن هناك سلطات أنها تقول لم تقدم أي شيء إلى الآن في مواجهة هذه الانتهاكات. نتمنى أن يكون هناك إجراءات جدية من قبل السلطات العراقية ابتداء من أجل وقف هذه الانتهاكات والتعويل الحقيقي من قبلنا كمنظمة دولية على المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان كالأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يكون لها دور فعلي وحقيقي تجاه الأرقام المهولة والأوضاع المأساوية جدا التي يتم رصدها بشكل دوري في السجون العراقية. نتمنى أن تثمن هذه الخطوة بأن يكون هناك لجان تحقيق ومندوبين مباشرين يتم توجيههم إلى السجون العراقية لرصد هذه الانتهاكات وتوثيقها، وأيضا من قبل المؤسسات الدولية لاتخاذ المقتضى القانوني تجاه المسؤولين العراقيين، أو دعنا نخصص المسؤولين عن إدارة هؤلاء عن إدارة تلك السجون الذين يقومون بتلك الانتهاكات. لكن إلى ذلك الحين نخشى أن تستمر تلك الانتهاكات بحق المسجونين العراقيين ويغيب الصوت العراقي الحر داخل السجون العراقية بسبب موقف سلطات بلاده من عدم التحرك اتجاهه لنصرة قضيته، هذا ابتداء، وأيضا اتجاه الصمت الدولي الغير مبرر والغير إنساني اتجاه صوت إنسان حر تم الزج به دون أي مقتضى قانوني ودون أن ينال أبسط حقوقه التي كفل له القانون الدولي والقانون العراقي. شكرا لك دكتور محمد عماد الباحث القانوني في المرصد الأوروبي المتوسطي لحقوق الإنسان، ونشكرك أيضا أستاذ نظير الكندوري، شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي العراقي، وشكر موصول أيضا للدكتور محمد الشيخلي رئيس مدير مركز العدالة في لندن. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر.